شهد المجتمع العربي الأمريكي انقساما حول هوية المرشح الأمريكي القادر على حلحلة الأزمات التي تعاني منها دولهم الأصلية، ليذهب جزء منهم إلى تأييد المرشح دونالد ترامب كعقاب على سياسة جو بايدن طيلة العام الفائت، في حين ذهب البعض الآخر إلى تأييد كاملا هاريس احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها ترامب ضد العرب والمسلمين بين فترة ولايته. يشكل الناخبون العرب في الولايات المتحدة كتلة مهمة في التصويت للانتخابات الأمريكية، ويسعى المتنافسون بالرئاسة إلى كسب رضاهم لتعزيز فرصهم بالفوز. فعلى الرغم من أن أعدادهم لا تتجاوز 4 ملايين نسمة، إلا أن العرب باتوا اليوم هم الجالية الأسرع نمواً في بلاد العم سام. العرب ورغم احتفاظهم بالولاء للديمقراطيين في الانتخابات الماضية، يظهر اليوم بينهم انقسام واضح بالاختيار بين مرشحي الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس. هذا الانقسام عزاه مراقبون إلى اختلاف الرؤى فيما يتعلق بإمكانية ما قد ينجزه ترامب وهاريس بالتصعيد في الشرق الأوسط، وتحديدا في قدرة أي من المرشحين على إيقاف الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان. تباين الرؤى هذا ظهر جليا في التجمع الانتخابي للولاية التي تحتضن أكبر عدد من الجالية العربية، والحديث هنا عن ميشيغان، حيث هددت شخصيات عربية بمعاقبة كامالا هاريس بسبب السياسة التي اتبعتها إدارة جو بايدن منذ عام في الشرق الأوسط، وذلك عبر الامتناع عن التصويت لها أو منح أصواتهم لغريمها الجمهوري دونالد ترامب. على الجانب الآخر، تصاعدت تحذيرات العرب في ميشيغان أيضا من صعود ترامب إلى كرسي الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة، معتبرا أن ترامب أمعن في سنوات ولايته الأولى في إهانة العرب والمسلمين عبر إجراءات عدة، أبرزها حظر السفر على 7 دول عربية مسلمة. إذن عرب أمريكا لا يزالون مختلفين حول هوية المرشح الأنسب لحل أزمات الشرق الأوسط، فهل يستطيع الرئيس القادم إعادة الهدوء والثقة إلى المنطقة العربية؟ أم يصاحب الفشل السنوات الأربع المقبلة كحال العهود الرئاسية السابقة؟ ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، ومن ولاية أيوا الدكتور نعمان أبو عيسى عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور إحسان، يعني هذا رقم التصويت، طبعا عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب حتى الآن 277 صوت، هل كان متوقعا فعلا أم كما يعني كان يقول حتى مستشارو ترامب سابقا أنه هي من أصعب ربما الانتخابات التي تجري؟ تحياتي أولا. يعني إذا نظرنا للتاريخ فالتاريخ يقول لنا أنه إذا كان هناك انتخابات رئاسية وكان يعني جواب للسؤالين، السؤال الأول الرضا عن القمع في البيت الأبيض، إذا كان هناك عدم رضا عن القمع في البيت الأبيض، وإذا كان هناك اعتقاد عند الشعب الأمريكي أن البلد يتجه في الاتجاه الخطأ، هذه مؤشرات أن الحزب سيفشل في الانتخابات تاريخيا. فكان هذا هو الوضع الذي عندنا اليوم، ولكن التعقيدات كانت موضوع الإجهاض وموضوع أن ترامب عنده هاي نيجاتيفز، يعني في كثير من الأمريكان ما بيحبوه، فكان هناك علامة استفهام أنه هذا وضع استثنائي اليوم، لم نواجهه من قبل، فكان هناك علامة استفهام، وكانت استطلاعات الرأي تظهر أن النتائج متقاربة، ولكن تاريخيا يعني الإشارات أن يربح الحزب الآخر لأنه عدم رضا عن القمع في البيت الأبيض، وهي عمليا هي يعني هي هاريس هي بايدن والحزب الديمقراطي هو الذي يحكم. وإضافة لذلك أعتقد أن هاريس هي مرشحة ضعيفة جدا، يعني ساهمت في فشل الحزب الديمقراطي الوصول للبيت الأبيض. ترامب شخصية استثنائية، هو استثنائي كما جورج واشنطن شخصية استثنائية، لن يكون هناك دونالد ترامب آخر كما لن يكون هناك جورج واشنطن آخر. سنأتي أيضا إلى العوامل التي يعني أدت إلى هذا العدد من التصويت من الأصوات لترامب، ولكن أنتقل إلى دكتور نعمان أبو عيسى. دكتور إحسان يتحدث أنه هاريس هي أصلا فشلت في الإدارة الأمريكية الديمقراطية في عهد بايدن، برأيك لماذا لم تحصل على هذه الأصوات؟ لأنه كان البعض أو ربما أكثر من النصف يعول على هذه السيدة.
نعم، إن السيدة كامالا هاريس قد حاولت إنقاذ الحزب الديمقراطي من الفشل الذي باء به الرئيس بايدن، فإن الرئيس بايدن كان من الواضح أنه غير قادر على الاستمرار في ترشيح نفسه للانتخابات، وبضغط ديمقراطي تنحى عن هذه الانتخابات، وحاولت كامالا هاريس إنقاذ الموقف خلال أشهر قليلة في نهاية الحملة الانتخابية، ولكنها كما يبدو الآن فشلت في استقطاب المنتخبين في الولايات المتأرجحة، فمعظم الولايات المتأرجحة أو كلها ستذهب إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو قد نجح بشكل فعال في تخويف الأمريكان من المهاجرين ومن الوضع الاقتصادي، فقد ركز على هذين الأمرين في كل حديث له، وقد صور المهاجرين بأنهم يعني هم كل مشاكل أمريكا تأتي من هؤلاء المهاجرين، رغم أن أمريكا تعتمد على المهاجرين في الكثير من الصناعات والوضع الحالي، فإنه كان فعالا في هذا الأمر، والآن ننتظر أنه سيأخذ بالثأر من الذين كانوا يعني يحاولوا إنجاح الديمقراطيين في هذه الانتخابات. أعود إليك دكتور أحسان، بالتالي إذا كانت فشلت إدارة بايدن أو حتى هاريس ربما حتى مؤخرا، كيف سينجح إذن دونالد ترامب بهذه الإدارة الجديدة يعني، وسيأخذها من بعد ربما العديد من الأمور التي حصلت في عهد بايدن؟ أكيد يعني شوف هناك سجل ترامب كان في البيت الأبيض، هذا الرجل ليس نكرة ليس غريب، يعني الشعب الأمريكي عندما انتخب ترامب لا ينتخب مجهول، يعني فعلا يعني 2016 عندما انتخبه لم يكن يعرف كيف يكون كرئيس، ولكن هذا الرجل كان في البيت الأبيض، والشعب الأمريكي ليس غبي، يعرف أن الوضع كان أفضل عندما كان ترامب في البيت الأبيض، يعني الحزب الديمقراطي يقول لا ما كان في أزمة بالحدود، كيف ما في أزمة بالحدود؟ ملايين المهاجرين غير الشرعيين دخلوا إلى أمريكا، الشعب استحمر الشعب الأمريكي وانتظروا حتى الانتخابات وقالوا نريد أن نتعامل مع أزمة الحدود، يعني لماذا تركتوا ملايين الناس تدخل إلى البلد؟ يعني لا يجب أن يقولوا كل شيء عنصرية عنصرية، كيف في ناس تقبل من بلدها 5 ملايين واحد، ملايين الأشخاص يفوتوا بشكل غير شرعي؟ لا يجوز هذا، وبالإضافة إلى ذلك يعني عندهم مرشح ضعيف بشكل استثنائي كمالا هاريس، يعني غلط كان بلدنا سوداء وامرأة انتخبوها، كيف يعني؟ بال 2020 كانت أضعف المرشحين وانسحبت في بداية الحملة الانتخابية، فشلت فشلا ذريعا يعني، وتم تعيينها فقط لأنها امرأة سوداء، جاء ضغط على بايدن بال 2020 عينها نائبة رئيس لأنها امرأة سوداء، هذا ما يريد الحزب الديمقراطي، طيب عينها لما كانت بالبيت الأبيض كنائب رئيس كانت أقل شعبية تاريخيا كنائب رئيس، الأقل شعبية تتصوري، وقالوا بعدين أنه عندها ملف الهجرة، ملف الهجرة فشل، بعدين قال لا ما عنده ملف الهجرة، طيب ما هو الملف الذي عنده؟ ماذا كانت تفعل في البيت الأبيض كل هذه السنين؟ لا نعرف، وعندما دخلت في حملة الانتخابية قالت أنه هي مرشحة تغيير، فلما سألوها لو كنت أنت مكان بايدن ماذا كنت تفعلي مختلف؟ قالت لا شيء، فماذا ما هي هذه المرشحة التي هي مرشحة التغيير وهي استمرار لبايدن؟ طب هناك عدم رضا عن بايدن، عدم رضا عن يعني يقول الداخل الأمريكي البلد يمشي في، ولكن دكتور أحسان حتى كان هنالك حتى عدم رضا عن ترامب، ولكن ربما البعض يقول أنه ربما بسبب فشل إدارة بايدن فهو ربما ستذهب الأصوات إلى ترامب. أعود إلى دكتور نعمان بهذه النقطة، هل فعلا لم يكن لديها أي ملفات للذهاب بها أمام الشعب الأمريكي؟ يعني ذهبت، يوجد هناك رفض للرئيس السابق دونالد ترامب، وخاصة سياسته في المشاكل الاجتماعية وحقوق المرأة في أمريكا، وقد حاولت تفعيل المرأة الأمريكية لتقلب الانتخابات لصالح الديمقراطيين، وقد صوتوا النساء بشكل كبير وأيضا بشكل كبير للحزب الديمقراطي حسب الإحصائيات، لكن هذا الأرقام لن تكون كافية، وأيضا الأقليات حاولوا الحزب الديمقراطي أن
أن يستخدم ورقة معاداة ترامب للأقليات والمهاجرين بشكل عام، فقد يعني وصفوهم في بعض الخطابات بالقمامة، وهذا شيء يعني غير مقبول به في أمريكا. طبعا الرئيس الحالي أيضا أخطأ في عدة أماكن، ولن تستطيع كمالا هاريس أن تستخدم هذه الملفات بشكل كافي لجذب العدد الكافي من المنتخبين خاصة في الولايات المتأرجحة، فقد ثقل يعني ظهر الحزب الديمقراطي في هذه الحروب التي غير موافق عليها من الشعب الأمريكي، وقد أثرت بشكل كبير على النتائج التي نراها اليوم، فإن خاصة العرب الأمريكان والمسلمين الأمريكان لم يصوتوا للحزب الديمقراطي، فقد صوتوا للحزب الديمقراطي المرة الماضية وقد خيب أملهم في هذه التصويت، خاصة بعد سياسة الإدارة الحالية في الشرق الأوسط، وقد رأينا ذلك في المؤتمر الرئاسي في شيكاغو، وأنا كنت موجود هناك، وحاول المندوبين العرب الطلب من قيادة الحزب الديمقراطي بأن يكون لهم مساواة على قدم وساق مع كل الفئات الأخرى بوجودهم على المنصة، ولم تسمح لهم إدارة الحزب الديمقراطي بالوجود على هذه المنصة، واستمر العرب الأمريكان بالأخذ بالثأر إلى حد كبير أنهم لا يريدوا لهذه الإدارة أن تربح، وقد ذهبوا إلى حزب ثالث، أو حتى بعضهم ذهب إلى الحزب الجمهوري ليقاسس الحزب الديمقراطي. سيد أحسان، بالتالي يعني عندما يستلم الآن ترامب الرئاسة سيأتي يعني في وقت هنالك العديد من الملفات، سواء على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، حتى ربما هي مسؤولية أكبر على ترامب، عندما نتحدث أنه يعني حتى العرب الأمريكان من أصل عربي يقومون بالتصويت، الأقليات تصوت لترامب هذه المرة، ألا يحملها المسؤولية أكثر بأن ينظر إلى حتى المنطقة هنا بشكل أكبر، أم هذا شيء منفصل؟ يعني بالنسبة للموضوع الشرق الأوسط ما بعتقد يعني هو في سلم أولوياته بالنسبة كإدارة جديدة، ولكن هو مشكلة، هناك كارثة في المنطقة، هناك حرب في لبنان، هناك إبادة في غزة، هناك حرب في أوكرانيا، هناك مليارات تدفع أمريكا، إضافة إلى القضية الأخلاقية والضحايا التي تسقط يوميا. يعني بالنسبة لترامب سينظر إلى الموضوع أن هناك مليارات الدولارات، يعني الحرب في أوكرانيا على حساب أمريكا، والحرب في غزة أيضا على حساب أمريكا، يعني أمريكا دفعت 70% من تكاليف حرب إسرائيل على غزة، يعني فهذا يعني كله توريط للناخب الأمريكي، ما للدفع الضرائب الأمريكي، لذلك أعتقد هو يقول يريد أن ينهي الحرب، يعني لأنه بتكلف على حساب أمريكا هذه الحرب أيضا، فأنا أتوقع يعني يهتم بهذا الموضوع. يعني الكارثة كانت أنه بايدن ضعيف جدا جدا جدا، وكان منبطحا أمام نتنياهو، ونتنياهو لا يكترث، حتى يعني في باب وودورد قال في كتاب عن مرحلة بايدن، وقال أنه بايدن كان يشتم نتنياهو في يعني بين غيابه بنعود يعني مشينا، يعني لانه نتنياهو لا يكترث لبايدن، يعني التعامل مع بايدن كانه هو يعني رئيس زيمبابوي، يعني ما بيرد عليه، فاعطينا المال اعطينا السلاح وسكر تمك، يعني حتى الطعام لا يدخل الى غزه، تصوري فضيحه لامريكا. لا اعتقد يستطيع نتنياهو ان يتعامل بازدراء مع شخص مثل يعني هل سيستطيع ترامب ان يفعل ذلك اذا؟ أنا أعتقد ترامب يستطيع أن يضغط على نتنياهو، لن يقبل أن يعامل بالطريقة المذلة التي عامل فيها بايدن. نتنياهو تجاهل بايدن تماما وأخذ كل ما يريد بدون أن يقدم أي شيء. السبب الوحيد أنه يعني ضعف بايدن، وأنه هو يقود صهيوني ويزايد، يعني هذا الرجل بايدن ليس معروف بالحكمة، والوقاحة للحزب الديمقراطي أنه تصوري عملوا حملة انتخابية سموها The Joy Campaign، حملة الفرح، وهناك إبادة في غزة ويأتوا العرب المسلمين انتخبونا، عندنا حملة الفرح، وهناك كارثة في لبنان وفي غزة. طيب يعني أذهب أيضا إلى دكتور نعمان، إذا كان لديك أي رد، وخصوصا أنه حاليا في المرحلة المقبلة إلى حين أن يستلم دونالد ترامب إذا سدة الحكم، ما الذي تسعى أو تسعى إدارة بايدن نحوه، وحتى بعد ذلك في مجلس الشيوخ وحتى مجلس النواب؟
يعني إدارة الرئيس بايدن ما يسمى هنا إدارة بطة عرجاء كان ضعيفا وسيكون أضعف في الأشهر القليلة القادمة، ولن يستطيع على حسم أي من الملفات في هذه الأشهر، فإن الأمور ستجري على ما هي. ولكن أيضا الرئيس ترامب والحزب الجمهوري تحت وطأة اللوبي الصهيوني في أمريكا، فقد رأينا الإدارة السابقة للرئيس ترامب وقد أذعن إلى كثير من متطلبات نتنياهو في المنطقة، وقد لم يحترم القوانين الدولية في والأمم المتحدة في القدس المحتلة والضفة والجولان، وسنستمر بمشاهدة مثل هذه الفصول من رئاسة ترامب الجديدة الذي يعتمد على الأموال. ونعلم أن هناك الكثير من الصهاينة في أمريكا يضعون مئات الملايين من الدولارات لتنفيذ خططهم في الشرق الأوسط، وهذا ما نخشاه الآن في رئاسة ترامب الحالية، فإن الوضع يعني يكون من سيء إلى أسوأ. فإن لا أتصور أن سيكون رئيس ترامب قادر على حل المشاكل كما يظن أنه قادر على حل مشاكل الحرب، لأن الدولة العميقة في أمريكا لن تسمح للرئيس ترامب بوقف الحرب في أوكرانيا أو وقف الحرب في الشرق الأوسط بشكل لا يرضي إسرائيل. نعم، شكرا لك دكتور نعمان أبو عيسى عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي، وأيضا دكتور أحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية.